أثر أريج 2022. خلال عام 2022 نشرنا أكثر من 40 تحقيقاً استقصائياً و30 تقريراً معمقاً و30 بودكاست و50 تقرير تدقيق معلومات، كما تابعنا عن كثب لأشهر تدريب أكثر من 160 من الصحفيات والصحفيين الاستقصائيين وأكثر من 70 مدققة معلومات، وشملت تدريباتنا المتنوعة أكثر من 1000 متدرب ومتدربة، نصفهم من الإناث. عام 2022 حصلت أريج على 20 جائزة وتقديراً دولياً وعربياً، نذكر منها: حصد تحقيق أريج ممرات موت شرق القاهرة، والذي نشر باسم مستعار، على جائزة سيجما لصحافة البيانات، وهي الجائزة الأهم في صحافة البيانات عالمياً. وتحقيق أريج هو الأول عربياً الذي يحصل على هذه الجائزة، ليتوج جهود فريق أريج على مدى السنوات الماضية في تدريب الصحفيين ومدققي المعلومات في الوطن العربي على صحافة البيانات والمصادر المفتوحة. وصفت لجنة التحكيم تحقيق أريج الحاصل على الجائزة بالقول: يمكن أن تسهم صحافة البيانات في إنقاذ الأرواح، وهذا ما عمل عليه التحقيق. لقد وضع معدو التحقيق وأريج أنفسهم في طرق مؤذية لمواجهة المسؤولين في بلد يوضع فيه الصحفيون في كثير من الأحيان داخل زنزانة السجن لتجرؤهم على التحدث إلى السلطة. كما أنه في نفس جائزة سيجما وصل للقائمة القصيرة تحقيق أريجي آخر، هو عظام الرقبة لصحفيين بأسماء مستعارة من فلسطين. أيضاً 3 تحقيقات أريجية حصدت جائزة الصحافة المصرية من نقابة الصحفيين المصريين هذا العام، وهي تحقيق خانة الديانة، وتحقيق قابلة للاشتعال، وتحقيق جنازات وهمية. خلال هذا العام أيضاً صنعت أكثر من 10 تحقيقات استقصائية و4 تقارير معمقة أثراً وتغييراً على الأرض، نذكر منها: المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في المغرب يفتح تحقيقاً مع 18 مسؤولاً من وزارة الصحة و13 من أصحاب الأعمال والموظفين، بناءً على أوامر النيابة العامة المختصة بشبهة الاحتيال في قطاع الصحة، وذلك على خلفية تحقيق أريج البوابة الحكومية موصدة أمام الشكايات لأكثر من عام بسبب خطأ تقني. نيابة تعز في اليمن تصدر لائحة اتهام ضد مدير مستشفى وطبيب غير مختص على إثر ما كشفه تحقيق أريج بزنس في مستشفيات يمنية أول العلاج البتر. كانوا مستدعيش لابات، أصلاً قال لهم بأنهم ترقنيتي ضروري أنهم عملية تقنية. بعد نشر تحقيق خضار بالسموم في الأسواق الفلسطينية، اهتم ديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين بدراسة الأمر، وهو الجهة الرقابية الأعلى في البلاد، وأصدر تقريراً أكد نتائج تحقيق أريج. المدير العام لدائرة الجمارك الأردنية يعيد بحل مشكلة تأخر تخليص الملابس بعد تقرير أريج: الساحة الجمركية رقم 4 في العقبة، عقاب للسائقين. والسلطات اليمنية تبدأ بإعادة تأهيل الأجزاء الأكثر تضرراً من الطريق الذي يربط بين العاصمة صنعاء والميناء الرئيسي للبلاد في الحديدة، وذلك بعد نشر تحقيق أريج موت بطيء لشريان حياة صنعاء الحديدة طريق آيل للسقوط. فخورون بالتعاون العام الجاري في تدريب وإنتاج ونشر تحقيقاتنا الاستقصائية مع العديد من المؤسسات الإعلامية العربية والدولية ومؤسسات تدقيق المعلومات. في أكتوبر هذا العام تم بث تحقيقنا حول العمالة وشبهة الاتجار بالبشر في القواعد الأمريكية في الخليج.
Now to our NBC News investigation. Disturbing allegations that foreign workers at some U.S. military bases overseas are the victims of human trafficking. Our report, produced in collaboration with the International Consortium of Investigative Journalists, The Washington Post, and Arab Reporters for Investigative Journalism. أثر أريج على مستوى تدريب الفرد وتمكين المجموعة وتشبيك المؤسسات ووضع التحقيق الاستقصائي العربي على الخارطة الدولية وصنع أثر على الأرض العربية رغم كل التحديات على مدى 15 عاماً بكم ومعكم ولكم وبثقتكم وحبكم ودعمكم نستمر.